السلام عليكم، يلا حيهم. اليوم جايبكم اوفر واتش كومبتيتيف طبعا بشخصية سولدر. يا عيال سولدر اكتشفت انها من جد شخصية اوبي يعني بالحيل بالحيل. فبوريكم الحين ايش تقدر تسوي شخصية سولدر، ومعنا بعد كبار في ناس كويسين ان شاء الله. كرو كو زد اتش اتش وعبادي الله يعطيكم العافية الحقيقة. اوكي لازم اتحمس، لازم انا اسكت، لازم اذا في شيء حماس لازم اسكت. اوكي عاد احسن يا عين عليك الصوت. باذن الله يكون جيم سهل ان شاء الله، تكون بكتب كيف. اوكي احسب انه بتخلص. اوكي نفض معنا هيل كويس، هيل رايم بعد. شكرا. I've got you in my sights. I could do this with my eyes closed. Damn it. Okay, the banana. Careful. Nerf this. لا لا ما أدري وين. ما أدري وين nerf this. والله ما أدري وين. Oh, كويس كويس كويس. كويس إنه فك الألف حق. يلا يلا. راين الرد هوك الرد هوك، لا تخلونا. الله عليكم يا وحوش يا فريق، الله عليكم. ليش تبقت ليه؟ ما احب الحركات ترى، بس جت عفوية عفوية. نايس 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 راوند يا عيال، مع اني ما قتلت كثير بس برضو ترى تعتبر سولدر شخصية قوية يا يا. نايس نايس ثانكس. اوكي معليش يا بود راح تكنوت. طبعا قاعد اسجلكم يا شباب حاليا والساعة انت ومين؟ قاعد اسجلكم يا شباب حاليا والساعة 8:30 الصباح، وانا مستغرب صراحة من شيء يا شباب. زي ما تشوفون 98 اونلاين، شيء غريب الحقيقة. ما عندكم دارس؟ لا لا صح اليوم جمعة. يا اخي ليش تتفلسف يا محمد؟ اسكت اسكت والعب وانت ساكت. والله ودي العب معك يا حمزة حاليا، لكن للاسف قاعد اصوم. بلا بلا. البوينت 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 البوينت. لا طار الطيره بنت كلب. خلاص خلاص خسرنا البوينت، خسرنا البوينت. عليك الراين كفو يا فريق. Anyone need some healing? I've got you in my sights. Resistance. Okay, quite. Come here, get stabilized. Thanks. Thanks thanks very thanks يا فريقنا، والله شكرا لكم يا تيمنا، والله تيم كف.
يا عيال والله ماني بقادر اتكلم، ما ادري ليه يا عيال، اقسم بالله ماني بقادر اتكلم، ماني بقادر احكي، والله في شيء غريب فيني، ما ودي اسجل انك كومنتري لكن ماني بقادر. ليش لا تسألني؟ والله ما ادري، اعذروني اقسم بالله القصور، ان كومنتري ممكن نايم يكون بالنسبة لكم، بس ما ادري ايش السالفة. دام كذا ايش الدمج اللي جاني هذا؟ ايش الدمج اللي جاني يا عيال؟ اقسم بالله دمج خرافي، دبلنا بطلقة يا ساتر. تا 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 يا اخي ابو كرشة ذا يقهر رب. انا ملاحظ ان الرتاق حقهم ما اقتراح. وين 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 يا ليل الرتاق؟ تلعب يا الله يا الله البوينت يا عيال. كفو يا الهيل، كفو عليكم وحوش يا عيال، وحوش الله علينا. الله عليكم يا وحوش يا فريقنا. ثانكس ثانكس فيري ثانكس يا عيال، والله ثانكس من جد، ثانكس من كل القلب. الله اكبر علينا يا شيخ كبير يا ذا جولدن دا. الله عليك يا وحش، شو سوى؟ اوكي دبلهم وجاب تريبل، خلينا نشوف كم تريبل. طبعا جاب تريبل ما جابوني لقطه اتوقع، خلينا نشوف مين بيعطون. اوكي نايس. ما راح اجيب ايبك عموما شباب، هذا جيم اليوم، ادري ان الجيم تقريبا تسليكي لكن يا شباب والله ماني بقادر اسوي مقطع، ما ادري ليه حاولت كم مره، ما ادري اما حتى الافكار ولا ايش بالضبط، ما ادري الحقيقه، لكن اني دورت حتى مقاطع انزلها ولا شيء زي كذا ما قدرت، قلت خلني اصور جيم كومبتيتيف خفيف بما اني يعني من زمان عن القناه، فهذا جيم يعني تقدرون تقولون تسليك. انتظرونا ان شاء الله بالفيديوهات الجايه. شكرا للي معنا بالبارتي، شكرا لكم بعد المشاهده، لا تنسون تضغطون زر اللايك. السلام عليكم.